عشرات الشهداء والمصابين في اليوم 78 بعد المئة من العدوان الإسرائيلي على غزة. إصابة عناصر من قوة الأمم المتحدة جراء تعرضهم لقصف من مسيرة إسرائيلية جنوبية لبنان. روسيا تطلق 4 صواريخ و12 مسيرة على أوكرانيا. وزلينسكي يحذر من تراجع كييف على جبهات القتال. سلام الله عليكم. 12 ظهرا العاشرة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة، بدايتها مع دارين مصطفى. أهلا بك دارين. شكرا رميحي، أهلا بحضراتكم مشاهدينا. ومن العناوين إلى تفاصيل هذه النشرة، والبداية من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في قصف الاحتلال المتواصل على مناطق متفرقة بقطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلا في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات، بجانب تضرر عدد كبير من المنازل المجاورة. هذا وشهدت مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة سلسلة من الغارات الجوية العنيفة والقصف المدفعي لعدد من المناطق. كما قصف طيران الاحتلال مقري بلديتي البريج والزويدة في المحافظات الوسطى بالقطاع وأخرجهما من الخدمة. كما استهدفت طائرات الاحتلال ومدفعيته منازل وتجمعات للنازحين في نادي الشجاعية ومنطقة معبر كارني ومحيط مستشفى الشفاء ومخيم المغازي. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال لا تزال تحتجز عددا كبيرا من الكوادر الطبية والمرضى والنازحين في مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة، وتخضعهم للاستجواب في ظروف قاسية وغير إنسانية. وقالت الصحة الفلسطينية إن قوات الاحتلال تبقي 5 كوادر طبية من 120 أو مع 120 مريضا بمجمع ناصر الطبي جنوبي القطاع، وتتركهم بلا كهرباء أو ماء أو طعام أو وسائل طبية، مشيرة إلى أن الكهرباء لا تزال مقطوعة عن مجمع ناصر الطبي، ما ينذر باستشهاد الحالات التي تحتاج إلى أكسجين. أضافت أن الاحتلال يمنع إخلاء الحالة الخطرة من المجمع إلى مستشفيات أخرى. قال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت المنازل المحيطة بمجمع الشفاء، مبينا أن مئات الشهداء في محيط المجمع لم يتم التمكن من الوصول إلى جثثهم لانتشالها. وأشار إلى أن قوات الاحتلال تستهدف طواقم الدفاع المدني والكوادر الطبية بالمستشفيات، فضلا عن استهداف معدات وعربات جهاز الدفاع المدني، والذي بات يفتقر للإمدادات ويعمل بالحد الأدنى. شكل أطفال غزة بنك أهداف للاحتلال في جرائمه الوحشية على القطاع، حيث يشمل القصف استهداف المدارس ورياض الأطفال.
دجت أرض فلسطين وخاصة في قطاع غزة بدماء الأطفال والنساء العزل باستهدافهم بكل الأسلحة المحرمة التي لم تخلق لقتل الأبرياء وإيذاء الطفولة البريئة بكل وحشية. ففي قطاع غزة لم تتوقف مآسي الفلسطينيين ولا أحزانهم، خاصة مع بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر الماضي، ليشهد الفلسطينيون يوميا شهداء غالبيتهم من الأطفال. البيت طبعا يحوي أكثر من 50 فرد، 4 أو 5 عائلات، أطفال نساء أغلبهم، مدنيين عزل داخل الشقق. فجأة تم إنزال الصاروخ على العمارة المكونة من 4 طوابق بدون سابق انذار او تحذير. طبعا النتيجه الكل شافها والكل عرفها، انه ارتقى اكثر من 19 شهيد جلهم من الاطفال والنساء. اطفال رضع من بين الشهداء، الاطفال لا يتجاوز 7 شهور و6 شهور. تمام، 5 اطفال، هناك اكثر من 6 نساء من بين الشهداء، وهناك العديد من الإصابات، أكثر من 30 إصابة جلهم أيضا من الأطفال والنساء للأسف الشديد. ولا يمر يوم على الفلسطينيين في القطاع إلا ويستفيقون على خبر فقد أحبائهم دون رحمة أو هوادة أمام جيش لا يفرق. ومن جديد ووسط تلك الحرب غير المتكافئة، يناشد من تبقى من الفلسطينيين في قطاع غزة دول العالم إلى إرسال وفود ليشهدوا التطهير العرقي الذي يتعرض له. اللي ماتوا كلهم أطفال ونساء وعجائز، والله ما فيهم حتى إلا طفل واحد، فهم كيف؟ والباقي كلهم أطفال، أبو شهر، أبو 4 أشهر، يعني جايات بنات عمي من خان يونس بولادهم، راحن ما ضلش الدار انمحت عن آخرها. نرجو من جميع دول العالم تبعت بعث تشوف التطهير العرقي اللي احنا بنتعرض له. احنا هذا مش حرب، هذا حرب إبادة، شجر، حيوان، منازل، جامعات، مدارس، أطفال، نساء، كله إبادة. زي ما انت شايف هاي مربع كامل راح إبادة، ليش؟ بدون أي سبب. وخلال تلك الأحداث والمآسي المتلاحقة والخسائر في الأرواح، لم تسلم المنازل والساحات أو الأشجار من ممارسات الجيش الإسرائيلي الذي حمل على عاتقه إبادة غزة. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوضع آليات لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة بالكامل ومنع التهجير. وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة سرعة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة ووقف جميع الأعمال الأحادية في الضفة والقدس، إلى جانب استلام دولة فلسطين مهامها في غزة كما هو في الضفة. قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه لا يمكن التسامح مع وقوع الضحايا المدنيين في قطاع غزة. وشدد تاياني على ضرورة العمل من أجل وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن إيطاليا تقوم بالكثير من خلال مساعدات تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار، ستضاف إليها مساعدات أخرى من خلال مشروع الغذاء من أجل غزة. يكافح صياد فلسطيني في غزة لكسب قوت يومه على الرغم من خطورة تعرضه لنيران الاحتلال. المزيد في هذا التقرير. قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كان الصياد الفلسطيني جلال قرعان يوغل في البحر بقدر ما يستطيع قاربه الصغير أملا في الرجوع بحصيلة صيد جيدة، لكن الآن مجرد إلقاء شباكه قد تكلفه حياته إذا أثار ذلك غضب بحرية الاحتلال. أنا كصياد يعني أول قبل الحرب يعني كنا نخش مسافة كويسة يعني ونصيد، وفي يعني كان يعني الصيد مش هالصيد يعني ما كانش يتواصل فيه يعني الصيد،
فاجى اجى الحرب بعدين وضايقوا علينا بزياده، وفش مجال يعني نخش يعني مي غربيه انه نجيب كميه من الصيد، يعني قدرنا احنا بنحاول نخش يعني شويه بيجي فرادات بيجي هذا بحفرونا اطلاق نار واطلاق نار برمي قجايس علينا برمي قجايس هنا بالصوت، يعني كلها مخاطره، بنخش في الميه مخاطره كلها مخاطره، يعني فيش يوم بنعدي الا ما بيجي علينا كله خوف وكله رعب، ورغم هذا يعني بنخش وبنعدي عشان نقدر نعيش نقدر نأمن لقمة أطفالنا. ويستهدف الاحتلال الصيادين الذين يبحثون عن لقمة عيش في البحر في ظل الحصار الذي يفرضه على القطاع الذي يتعرض لمجاعة. يعني اليوم غرب الأولاد راحوا يجيبوا غزلاتهم، اليوم أجوا طردات أربع طردات حصروهم يعني من الشام ومن قبلة ومن شرقة هم في النص، وطب اطلاق نار يعني قدام العبود على قوت الحسكة على قوت الحسكة يعني شوية وقتلهم، يرمي قجايف بين 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 الحسك وقجايف قنابل صوت يرمي عليهم واطلاق نار حواليهم، وصار يا حرام يعني طلعوا برا شوي وخلاه يعدي هيك وعاودوا غربوا يجيبوا الشبك برضو صار طخ عليهم، يعني فشي كلها مخاطر يعني بخشوا بشرق وبغرب وكلها مخاطر. ويحرص هذا الفلسطيني على الصيد في رمضان ويخاطر بحياته من أجل أسرته للحصول على السمك لأكله أو لبيعه لشراء مستلزماتهم. يعني الصيد يعني مش هالكمية يعني الصيد يعني دي رمضان والواحد صايد وبخاطر في حاله عشان يجيب له كيلو سمك ولا 2 كيلو سمك اللي يقدر يتغدى فيهم أو يبيعهم يجيب احتياجات البيت. وتتذكر الأسر الفلسطينية كيف كانت تجتمع العائلات لتستمتع بوجبة من السمك، لكن من الصعب هذه الأيام في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها القطاع. طبعا اليوم احنا من نجهز طبعا الفطور اليومي الرمضاني، طبعا بما انه اولادي اليوم كتير بحبين السمك، وطبعا احنا البلد بلد فلسطين ام السمك وام الاكلات البحريه، لكن هلا حاليا مش متوفر بازمه صعوبات الحرب والسمك مش متوفر، وللاسف احنا من ايام ما قبل 7 اكتوبر ما اكلناش السمك تقريبا، فاليوم عملنا احنا اكلات السمك او الطون بقول يعني بديل السمك طون، يعني هاي الاكلات اللي حاليا هي متوفره هلا، طبعا مع الاولاد كثير بيرغبوها، واي انسان طبعا ان كان كبير او صغير بحب الاسماك الاكلات البحريه. وتؤكد الامم المتحده انه لا بديل عن توصيل المساعدات برا لانقاذ الارواح في قطاع غزه، مشيره الى ان العوائق امام المساعدات لا تزال قائمه، ومحذره من نفاد الوقت في حين يواجه أكثر من 1,000,000 شخص في شمال القطاع خطر المجاعة. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ترحب بتعيين السلطة الفلسطينية حكومة جديدة. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان إن تجديد السلطة الفلسطينية أساسي لتحقيق نتائج للشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وغزة وتهيئة الظروف لتحقيق الاستقرار في المنطقة. نفعت الخزانة الأمريكية ما زعم بأنها خففت عقوبات عن مستوطنين في الضفة الغربية. وقال متحدث باسم وزارة الخزانة إن إدارة الرئيس بايدن لا تزال تعتزم بالكامل تطبيق العقوبات، مضيفا في الوقت نفسه أن هناك استثناءات إنسانية لجميع برامج العقوبات الأمريكية. لذلك قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن كثيرين من العرب الأمريكيين يشعرون بالألم بسبب الحرب على غزة والدعم الأمريكي لإسرائيل، مشددا على أنه يعمل على تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة وإطلاق سراح المحتجزين. شدد بايدن أنه يعمل أيضا على التوصل الفوري لوقف إطلاق النار يستمر 6 أسابيع على الأقل. وفي إعلان أصدره البيت الأبيض بمناسبة شهر التراث العربي الأمريكي، لفت بايدن إلى أن الأمريكيين العرب كانوا هدفا لجرائم الكراهية، معربا عن شعوره بالحزن الشديد بسبب المعاناة التي تواجهها الجالية العربية.
أجازت الولايات المتحدة إرسال قذائف وطائرات مقاتلة بمليارات الدولارات إلى الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من الخلافات بين الجانبين بسبب الحصيلة الكبيرة للشهداء المدنيين والوضع الإنساني المأساوي في القطاع. الحزمة الجديدة تأتي في ظل مواجهة الاحتلال الإسرائيلي لانتقادات دولية قوية، وفي ظل دعوة أعضاء من الحزب الديمقراطي للرئيس جو بايدن إلى قطع المساعدات العسكرية عن الاحتلال. رغم التوتر البادي في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، أجازت واشنطن إرسال قذائف وطائرات مقاتلة بمليارات الدولارات إلى دولة الاحتلال. حزم الأسلحة الجديدة تشمل أكثر من 1800 قنبلة MK-84 زنت الواحدة قرابة طن، و500 قنبلة MK-82 زنت الواحدة حوالي ربع طن. الحزمة الجديدة تأتي في ظل مواجهة الاحتلال الإسرائيلي انتقادات دولية قوية بسبب الحصيلة الكبيرة للشهداء المدنيين والوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة. كما تأتي هذه الحزمة في ظل دعوة أعضاء من الحزب الديمقراطي الرئيس جو بايدن إلى قطع المساعدات العسكرية، ما دفع واشنطن إلى الضغط على دولة الاحتلال، حيث امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن الدولي، ما سمح للمرة الأولى باعتماد قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. كما أبدت واشنطن معارضتها أكثر من مرة لأي هجوم بري على رفح الفلسطينية، حيث نزح عدد كبير من سكان قطاع غزة بعدما فروا من القصف الإسرائيلي في شمال القطاع. كذلك اتخذت الولايات المتحدة إجراءات، منها فرض عقوبات على مستوطنين متهمين بارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة. وتجد واشنطن نفسها في شبه عزلة دوليا، خاصة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، خصوصا أن أغلبية الأعضاء ومنهم حلفاء لها صوتوا مع قرار لوقف إطلاق النار، فيما اضطرت لاستخدام حق الفيتو بمجلس الأمن أكثر من مرة لإسقاط مشروع مماثل، ما جعلها تظهر أكثر ضعفا من المنافسين الرئيسيين ليس فقط في المنطقة بل وفي العالم. وفي الضفة الغربية المحتلة نفذ جيش الاحتلال حملات اعتقال في مناطق عدة، واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية ومخيم نور شمس في طول كرم وبلدة كفر قدوم شرق قلقيلية وما دام جنوب نابلس. أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الاحتلال الإسرائيلي استولى على 27 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين بعد عدوان 7 أكتوبر الماضي. وأوضحت الهيئة أن من بين تلك الأراضي 15 ألف دونم تحت مسمى تعديل حدود محميات طبيعية في أريحة والأغوار، و11 ألف دونم من خلال 3 أوامر إعلان أراضي دولة في محافظات القدس ونابلس، و230 دونم من خلال 24 أمرا بوضع اليد لأغراض عسكرية تمنع في المستقبل وصول الفلسطينيين إلى آلاف الدونمات.
يصادف اليوم الذكرى 48 ليوم الأرض، المناسبة التي أصبحت عيدا للأرض والدفاع عنها منذ العام 1967، إذ استشهد في تلك الهبة 6 فلسطينيين وجرح 49 واعتقل أكثر من 300 آخرين. حرصت جدا، مش انا بس، انا وكل المصريين، على ان احنا نخفف ما امكن على اشقائنا في قطاع غزه. احنا من اول يوم وحتى من قبل كده كنا حريصين جدا جدا على ان المنفذ بتاع رفح يبقى فرصه، يبقى سبيل، يبقى مسار لتقديم المساعدات وايضا لاغاثه اللي مطلوب اغاثته. أكد إن إحنا مستمرين وحنستمر في الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية حتى نصل إن شاء الله إلى دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. يواصل معبر رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في فلسطين. وصل المعبر استقبال المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، كما استقبل المعبر العشرات من شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود. منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة بذلت مصر كل الجهود الممكنة والمستمرة من أجل وقف الحرب وإنهاء المعاناة الإنسانية الكارثية في القطاع جراء تواصل العدوان الإسرائيلي والحصار. المزيد حول أبرز الجهود المصرية لمساندة سكان غزة ودعم القضية الفلسطينية نتابعه في سياق العرض التالي.
تحركات عديدة قامت بها الدولة المصرية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، سواء على المستوى السياسي والدبلوماسي وحتى الإنساني. المزيد حول جهود ومواقف الدولة المصرية نتابعها مع زميل كريم الخولي. أهلا بكم. جهود حثيثة بذلتها مصر منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي، وذلك لمساندة الشعب الفلسطيني في القطاع ودعم القضية الفلسطينية بكل الوسائل المتاحة. جهود الدولة بدأت بفتح معبر رفح الحدودي منذ اليوم الأول للعدوان، وذلك بهدف دخول القوافل والشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان غزة، بالإضافة إلى استقبال الجرحى والمصابين لمعالجتهم في المستشفيات المصرية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل نفذت مصر عمليات إسقاط للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالتعاون مع عدة دول عربية للحيلولة دون تفاقم أزمة الجوع في القطاع. إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يعد ضمن أولويات الدولة في الجهود الحثيثة التي بذلتها للوصول إلى وقف إطلاق النار في هدنة إنسانية نفذت لعدة أيام، حيث شملت الهدنة أيضاً الإفراج عن بعض الأسرى والمحتجزين وإدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع، إلى جانب استقبال مصر العديد من الرعايا الأجانب ومزدوج الجنسيات. أما عن تحركات الدولة المصرية فجاءت ترجمة واضحة وصادقة لتوجيهات وموقف القيادة السياسية من القضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المناسبات المختلفة ضرورة استمرار تدفق المساعدات إلى القطاع، مشيرا لعدم غلق معبر رفح البري منذ اليوم الأول للعدوان. كما حذر الرئيس من محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشددا خلال لقاءاته واتصالاته مع كافة القادة والمسؤولين الدوليين والأمميين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وضرورة حل الدولتين. تصريحات القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية كانت ثابتة منذ اليوم الأول للعدوان، والتي برزت بوضوح خلال قمة القاهرة للسلام التي استضافتها مصر في 21 أكتوبر 2023، وذلك بهدف رفض وأد القضية الفلسطينية وخطة تهجير الفلسطينيين ولتمهيد الطريق أمام عملية السلام وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. جهود مصر الحثيثة لم تتوقف عند هذا الحد، بل ظهر موقف الدولة المصرية جليا في مرافعة محكمة العدل الدولية التي كانت تهدف لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما نفذته مصر أيضا عبر توثيق جرائم الاحتلال وتقديم أدلة على عدم قانونية الاحتلال للأراضي الفلسطينية، مشيرة لنية الاحتلال الإسرائيلي الواضحة لعزل فلسطين ولانتهاكه المستمر للقانون الدولي. التحركات المصرية في دعم القضية الفلسطينية جعلت منها طرفا هاما ومحوريا في كافة النقاشات التي ترغب في حل القضية، وهو ما برز خلال حرص القادة والمسؤولين الدوليين والأمميين إلى زيارة مصر والتشاور معها في أي خطوة، ومن بينها حرص وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على زيارة البلاد في كل جولاته التي قام بها في المنطقة لإيجاد حل سريع للتصعيد في غزة. مشاهدين الكرام، كان هذا عرضا موجزا حول أبرز جهود الدولة المصرية وتحركاتها على كافة الأصعدة وبكل الوسائل المتاحة، وذلك لمساندة سكان قطاع غزة ودعم القضية الفلسطينية. شكرا لكم على طيب المتابعة.
أصيب 3 عناصر من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل، هو مترجم لبناني جراء تعرضهم لقصف من مسيرة إسرائيلية جنوبية لبنان. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة تابعة لليونيفيل أثناء قيامها بدورية قرب بلدة رميش في القطاع الأوسط، مشيرة إلى أن طائرة مروحية تابعة لليونيفيل قامت بنقل الجرحى. في الشأن السوداني، نبهت هيئة عالمية معنية بالأمن الغذائي تدعمها الأمم المتحدة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمنع انتشار الموت على نطاق واسع والانهيار الكامل لسبل العيش وتجنب أزمة جوع كارثية في السودان، حيث ورد في تقرير التصنيف المرحلي أنه دون وقف فوري للأعمال القتالية ونشر كبير للمساعدات الإنسانية، فإن سكان ولايتي الخرطوم والجزيرة ودارفور الكبرى وكردفان الكبرى مهددون بالوصول إلى أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية خلال موسم الجفاف المقبل. أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شعوره بالأسى بما شاهده خلال لقائه لاجئين فلسطينيين وسودانيين أثناء زيارته الرمضانية التضامنية لمصر والأردن. أكد غوتيريش على ضرورة بذل كل جهد ممكن لتسود الإنسانية في غزة والأماكن الأخرى بأنحاء العالم. على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 4 صواريخ على شرق أوكرانيا أثناء الليل، بالإضافة إلى 12 طائرة بدون طيار في أنحاء البلاد. وأوضحت أنه قد تم إسقاط 9 طائرات بدون طيار في 4 مناطق. هذا وشنت روسيا عدة ضربات جوية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي، ما تسبب في أضرار جسيمة في عدة مناطق. أسقطت الدفاعات الروسية 2 مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بلغرود جنوب غربي روسيا. يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومي المناطق الحدودية مع روسيا في مقاطعات بلغرود وبريانسك وكورسك وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ والمدفعية. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده إذا لم تحصل على المساعدات العسكرية التي وعدتها بها الولايات المتحدة فسيكون على قواتها التراجع. وأكد في مقابلة صحفية أن كييف بحاجة إلى أنظمة دفاع جوي وأجهزة تشويش للتصدي للقوات الروسية. حذر رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك من التهديد الذي تفرضه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على أوروبا، قائلا إنه للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تدخل القارة حقبة ما قبل الحرب.
وأشدد توسك على أن الحرب لم تعد مفهوما من الماضي وقد بدأت منذ أكثر من عامين، مؤكدا أن أوروبا لم تشهد وضعا كهذا منذ عام 1945. قال رئيس اللجنة العسكرية في حلف الناتو الأميرال الهولندي روب باور إنه لا توجد أي مؤشرات تدل على أن روسيا تخطط لمهاجمة أي دولة في الحلف. وأضاف المسؤول بحلف الناتو أنه لا يرى أي تهديد مباشر من روسيا، لكنه أكد أن لديها طموحات خارج أوكرانيا، مشددا على أن يكون الحلف جاهزا بشكل عام. وأوضح أن استخدام المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو لا يمكن إلا في حال شن هجوم مباشر على دولة من دول الحلف. تفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو سير إنتاج الأسلحة والذخائر في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري بإقليم ألاتاي شرقي البلاد، موجها بمضاعفة عدد العاملين فيها وزيادة رواتبهم لتصبح أعلى بنسبة 30% من متوسطها في البلاد. قال وزير الدفاع الروسي إن شركات التصنيع العسكري تفي ببرنامج العامل الجاري بل وتتجاوزه في بعض المجالات، مؤكدا على مواصلة تنفيذ أمر الدفاع الحكومي بوتيرة كافية وبكمية كافية في الربع الأخير من العام وفي السنوات اللاحقة على حد وصفه. قالت الولايات المتحدة إنها ستفرض قيودا جديدة على تأشيرات الدخول لعدد من المسؤولين في هونغ كونغ. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية إنه في العام الماضي واصلت الصين اتخاذ إجراءات ضد الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي وعدت بها هونغ كونغ، بما في ذلك سن قانون الأمن القومي الجديد. أطلقت اليابان أول وحدة صواريخ أرض بحر تابعة للقوات البرية على جزيرة أوكيناوا الرئيسية في الوقت الذي تعزز فيه دفاعاتها وسط النفوذ البحري الصيني. مراسيم الإطلاق تأتي عقب إنشاء فوج صواريخ أرض سفن في 21 من مارس الماضي، حيث سيقوم الفوج المجهز بصواريخ موجهة أرض سفن من النوع 12 بمراقبة السفن العسكرية الصينية التي تبحر في كثير من الأحيان بين جزيرة أوكيناوا الرئيسية وجزيرة مياكو. بحث مسؤولون دبلوماسيون من كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان في واشنطن توجيه رد مشترك على تهديدات سيبرانية لها صلة بشكل مباشر بتمويل برنامج تطوير الأسلحة النووية الكوري الشمالية. وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن الأطراف الثلاثة تبادلت تقييمات حول أنشطة بيونغ يانغ السيبرانية التي وصفوها بالخبيثة، مضيفة أن المشاركين تبادلوا مخاوف بشأن موظفي تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين الذين يعملون لدى شركات تكنولوجيا المعلومات العالمية تحت هويات زائفة ويجلبون أموالا لبرامج الأسلحة النووية والصاروخية ويشاركون في أعمال قرصنة. داهمت الشرطة في بيرو منزل الرئيس دينا بولوارتي، وذلك في إطار تحقيقات بشأن شبهات فساد في حقها. بحسب الشرطة فإن 40 عنصرا شاركوا في عملية المداهمة بحثا عن ساعات من ماركت رولكس لم تصرح عنها بولوارتي،
وكانت قد أدت اليمين الدستورية كرئيسة للبلاد في ديسمبر الماضي بعد عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيلو واعتقاله لمحاولته تعليق الكونغرس. في الشأن الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيسافر إلى بالتيمور هذا الأسبوع. وفي مؤتمر صحفي وعد بايدن بزيارة بالتيمور لتقديم الدعم اللازم، مضيفا أنه يريد أن تتحمل الحكومة الفيدرالية تكاليف إعادة بناء الجسر. جدير بالذكر أن الجسر قد انهار أو انهار جسر فرانسيس سكوت في بالتيمور في وقت مبكر من يوم الثلاثاء الماضي بعد أن اصطدمت سفينة شحن ضخمة فقدت قوتها بالهيكل في ميناء بالتيمور. اتخذت أكبر رافعة عاملة في نطاق الساحل الشرقي للولايات المتحدة موقعها في ميناء بالتيمور للبدء في إزالة حطام جسر بالتيمور بعد أيام من اصطدام سفينة شحن بالجسر ما أدى إلى تحطمه في الميناء. وأعكفت أطقم العمل على تقييم الأضرار، كما وصلت الرافعة التي يمكنها رفع ما يصل إلى 1000 طن من المحتمل أن تبدأ في نقل الحطام من المياه صباح اليوم وفقا للمتحدث باسم خفر السواحل الأمريكية. وتركز سلطات الولايات والسلطات الاتحادية على تطهير الميناء المزدحم وإعادة بناء الجسر بعد أن اصطدمت سفينة الحاويات الضخمة دالي بأحد أعمدته. قال مكتب إدارة الكوارث في مدغشقر إن الإعصار الاستوائي الذي اجتاح الجزيرة أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا وتشريد آلاف آخرين. وأضاف المكتب أن الإعصار أدى إلى نزوح أكثر من 20,000 شخص. قتلا ومشردون جراء الإعصار الاستوائي جماني الذي اجتاح مدغشقر بعد أن تسبب في أمطار غزيرة وفيضانات. الرياح العاتية تسببت في سقوط الأشجار فيما أغرقت السيول بلدات عدة بسبب الإعصار الذي كان من المفترض ألا يضرب عمق الجزيرة، لكن مساره تغير فضرب شمال البلاد. وصل جماني إلى اليابسة بمتوسط رياح تبلغ سرعتها 150 كيلومترا في الساعة وعواصف تبلغ سرعتها 210 كيلومترات في الساعة، ما أدى إلى سقوط وفيات ونزوح أكثر من 20,000 شخص. دخلت المياه إلى منزلي وأخذت جميع معدات عملنا وجرفت الثلاجة. نحن بحاجة إلى المساعدة لأننا نعاني، ليس لدينا أرز وليس لدينا ما نأكله. وتتعرض مدغشقر لما بين 30 إلى 40 إعصارا مداريا سنويا خلال موسم الأمطار من أكتوبر إلى مارس، ومثل هذه العواصف غالبا ما تكون مدمرة للغاية. اتجهت قوافل السعادة التابعة لمؤسسة حياة كريمة إلى مركز شباب الساحل بشبرا لنشر البهجة والتواصل مع الأهالي هناك. أقامت المؤسسة حفل إفطار يسع نحو 1500 مواطن بالإضافة لأنشطة وفعاليات عقبت الإفطار للأسر الموجودة وتوزيع جوائز على عدد كبير من الحاضرين. ولأنها قوافل السعادة فالبهجة حاضرة معها أينما حلت. هذه المرة مؤسسة حياة كريمة من خلال قوافلها ومتطوعيها تتجه للأهالي بمنطقة الساحل بشبرا الخيمة. إفطار بطعم الترابط المصري ضم أكثر من 1500 مواطن ومواطنة. بنعمل إفطار توزيع هدايا، فقرات ترفيهية، فقرات ثقافية للمواطنين. اليوم يبقى مبهج من أول يوم لآخره زي حضرتك ما شايف الأهالي والمواطنين. ده اليوم الثالث على التوالي بنتواجد فيه داخل محافظة القاهرة. أول امبارح كنا موجودين في الأشراف في حي الخليفة، امبارح موجودين في حلوان، النهاردة بنتواجد في شبرا. بنقي المناطق الأكثر مش أكثر استحقاقا، هو إفطار مواطنين بشكل عام، يعني كلنا بنقعد نفطر مع بعض عازمين أهالينا المواطنين. في نسبة كبيرة من المستفيدين اللي احنا بنحاول نتواصل معاهم موجودين اوريدي في الاماكن دي، ففكره انك انت تبقى بتعمل له يعني احنا اوريدي بنعمل الوجبات من اول رمضان بنعمل وجبات الافطار، بس فكره ان احنا بنفطر مع بعض وبنتواصل معاهم عن قرب كده دي مختلفه شويه. فعاليات وانشطه مختلفه للحاضرين الغالب فيها الطابع الترفيهي للاطفال، وذلك
عقب الإفطار الذي نظمته مؤسسة حياة كريمة للأهالي في شبرا الخيمة. حاجة جميلة جدا وحاجة فرحة وحاجة كل الناس تفرح فيها. أول مرة أحس برمضان بالفرحة الكبيرة ديت، حاجة جميلة جدا جدا فوق الخيال. المكان كويس جدا وبجد حياة كريمة عملت حاجة كتير حلوة السنة دي. بناء الإنسان المصري بات الأولوية الأولى لمؤسسة حياة كريمة، وخلال ذلك تسعى المؤسسة بالتعاون مع مؤسسات مختلفة أخرى في توفير كل ما يكفل الحياة الكريمة للمواطنين في كل ربوع مصر. أحمد نبيل، إكسترا نيوز. نظمت مؤسسة صناع الخير تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت مائدة إفطار رمضانية يومية في ساحة ميدان مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة. تقدم المائدة أكثر من 2000 وجبة ساخنة يوميا على المترددين، بالإضافة إلى 2000 وجبة أخرى للمواطنين في منازلهم. تستقبل المائدة الصائمين حتى نهاية شهر رمضان الكريم. مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، أسفل قبته ومئذنته التاريخيتين ساحة كبيرة أعدتها صناع الخير بمشاركة فاعل الخير لاستقبال الصائمين يوميا هذا العام تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. بنستضيف أكثر من 3000 من أهالينا، أهالي منطقة الخليفة وكل رواد مسجد السيدة نفيسة، بالشراكة مع فاعلي خير كانوا بينظموا هنا القافلة المائدة لمدة سنوات طويلة. شراكة التحالف من خلال مؤسسة صناع الخير في إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية وبتلبية احتياجاتها الغذائية، السنة دي بجانب دعمنا ومشاركتنا في تنظيم مائدة الإفطار بساحة السيدة نفيسة، بنشارك في تلبية الاحتياجات الغذائية لما يقارب 1,000,000 مواطن مصري. بنسعى لتقديم 200,000 كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية في كافة أنحاء الجمهورية. دي سنة 21 بالضبط بنعمل مائدة الرحمن في السيدة نفيسة. احنا مجموعة كده أصدقاء مع بعضنا بنعمل مائدة الرحمن كل سنة هنا. وصلنا 4,000 وجبة في اليوم الحمد لله بفضل ربنا علينا. السنة دي صناع الخير للتنمية دخلوا معنا. التحالف الوطني هو اللي همنا كلنا، يعني التحالف الوطني ببعد اجتماعي غير طبيعي، بتعاون غير طبيعي مثمر علشان خاطر نوصل لأهل الخير الخير. عشرات المتطوعين يشاركون بحب كبير على مدار الشهر الكريم لتفطير آلاف الصائمين. احنا النهارده مسؤولين عن افطار اكتر من 2000 صائم، احنا مسؤولين في تنظيم الافطار كله، يبقى الناس كلها تفطر وتكون خدت خدمه احسن خدمه نقدر نقدمها ليهم. مطلوب مننا ان احنا ننظم، نكون نساعد الناس وهي بتفطر، نبقى حريصين اكتر ان نوصل لهم الافطار بطريقه تكون مريحاهم وتكون اكتر حاجه مريحه بالنسبه لهم ان شاء الله. خير ومتطوعيها حرصوا على أن تختتم الليالي الرمضانية هنا بالإنشاد الديني في طقس رمضاني خالص. في حب وأخاء وقعدنا كلنا على ترابيزة واحدة وأكلنا أكل واحد وكل واحد فيه محبة كبيرة جدا. ربنا إن شاء الله يجعل مصر دايما في أمن وأمان إلى يوم الدين يا رب العالمين. نكتب الأناشيد ونقعد نرتبها كده أنا وأخواتي البنات، وكل واحد بنقسم الكوبلات على بعضنا بقى ونقعد نحفظهم، ولازم الحفظ يكون بدقة شديدة. هو احنا بنكون محضرين حاجة تمام او كذا حاجة، فبحكم الناس اللي قدامنا فاحنا بنشتغل، يعني ممكن ايه نلاقي الناس مثلا بتتفاعل معنا فاحنا بنقول اي حاجة نخليهم برضو يتفاعلوا اكتر وكذا. ومع اشراقة كل يوم تبدأ الاستعدادات لاستقبال الصائمين مع الغروب مجددا، لان الحدث يتم في شهر ذو طبيعة روحانية خاصة. حرصت صناع الخير تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن تقيمه أيضا في مكان ذو طبيعة روحانية خاصة من قلب ساحة مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة. نجاة الجبالي، إكسترا نيوز.
إلى أخبار الاقتصاد، حيث أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تسعى إلى توطين مختلف الصناعات محليا بمشاركة القطاع الخاص الذي تعول عليه خلال المرحلة الراهنة. وخلال جولة تفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، شدد مدبولي على أن الدولة تسعى خلال الفترة الحالية إلى أن يطغى القطاع الصناعي يغطي احتياجات السوق المصرية من جميع المنتجات، فضلا عن توطين مختلف الصناعات محليا وتعميق الصناعة. استهل رئيس مجلس الوزراء جولته بزيارة مجمع هاير الصناعي لتصنيع الأجهزة المنزلية الذي تبلغ استثماراته المباشرة 135 مليون دولار. أعرب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن مضي الحكومة قدما في تقديم الدعم المطلوب للتوسعات الجديدة لأي مصنع أو ضخ استثمارات جديدة في مختلف المشروعات التنموية في الدولة. جاء ذلك خلال جولته بمدينة العاشر من رمضان، حيث زار مصنع يوتن للدهانات والبويات الصناعية، حيث تعتزم الشركة افتتاح مصنعها الجديد في مصر باستثمارات تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار، انطلاقا من التزامها بالاستثمار طويل الأجل في السوق المحلية. قال صندوق النقد الدولي إن المجلس التنفيذي للصندوق أكمل المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، مضيفا أنه أفق على زيادة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار. أوضح في بيان له أن هذا الاتفاق سيسمح للحكومة المصرية بسحب ما يعادل نحو 820 مليون دولار على الفور. كما أشاد صندوق النقد الدولي بمشروع تطوير رأس الحكمة، موضحا أنه سيسهم في تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، وسيساعد مصر على التعامل مع الصدمات المستقبلية. أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على عن أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 2,200,000 طن منتجات زراعية بقيمة 1.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق. وقال وزير الزراعة السيد القصير إن هذه الطفرة في مجال الصادرات الزراعية جاءت بعد النجاح في فتح 95 سوقا خلال السنوات العشر الماضية، وتصدير أكثر من 400 سلعة زراعية ل 160 دولة رغم الظروف العالمية والمنطقة التي تؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد. رياضيا، حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا ثمينا على مضيفي سيمبا التنزاني بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ماكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا. أحرز هدف اللقاء الوحيد أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي في الدقيقة 4 من الشوط الأول. ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير من جماهير الأهلي الذي يكفيه التعادل فقط بأية نتيجة للعبور لنصف النهائي. أما فريق الزمالك فيواصل تدريباته استعدادا لمواجهة نظيره مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية. ستقام المباراة يوم غد الأحد على استاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 أبريل المقبل على استاد القاهرة. بأخبار الرياضة وصلنا بكم لعناوين هذه النشرة.
عشرات الشهداء والمصابين في اليوم 78 بعد المئة من العدوان الإسرائيلي على غزة. إصابة عناصر من قوات الأمم المتحدة جراء تعرضهم لقصف من مسيرة إسرائيلية جنوبي لبنان. روسيا تطلق 4 صواريخ و12 مسيرة على أوكرانيا. زيلينسكي يحذر من تراجع كييف على جبهات القتال. ولمزيد من الأخبار يمكن لحضراتكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة. تقبلوا تحيات زميلي محمد الرميحي وهذه تحياتي أنا دارينا مصطفى. حتى ألتقيكم من جديد نترككم في أمان الله.